خليني اخد معايا على التليفون الناقد الرياضي البارز والهام والكبير صديقنا وزميلنا الاستاذ ايهاب الفولي. اهلا بيك يا ايهاب. اهلا بيك يا استاذ يوسف، واهلا الحمد لله واهلا بكل مشاهدي حضرتك. اهلا بيك. ما رايك في مساله محمد صلاح والهجوم اللي بيشن؟ وانا ارى انه الهجوم بيشن من اطراف سيئه للغايه، اخوان وغيرهم من اللي ليهم مصلحه في الهجوم على صلاح من ناحيه، وللاسف ناس كتير بتروح ماشيه ورا الركب كده على طول. شوف يا استاذ يوسف، هو اكتر واحد في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دلوقتي حزنا على عدم مشاركته مع منتخب مصر في المباراه اللي بتجرى الان في كوت ديفوار هو محمد صلاح. اكتر حزنا والما هو محمد صلاح. طبعا محمد صلاح من اكتر اللاعبين وطنيه. محمد صلاح انا عاصرته من 2014 ايام منتخب طرديلي ايام تصعيده، يعرف يعني ايه منتخب مصر، يعرف يعني ايه بلده اللي ما كنا نتكلم معانا لو جمعاني بيه اكتر من لقاء واكتر من حوار واكتر من مقابله واكتر من حديث. محمد صلاح بيكلمك عن مصر ديت هو عارف ان لحم كتافه من خير البلد ديت. فاللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي اكتر واحد حزين على عدم مشاركته مع منتخب مصر وعدم وجوده في وسط زمايله اللي بيحبوه وبيقدروه وعارفين قيمته هو محمد صلاح. حملة ممنهجة يا أستاذ يوسف بيتعرض لها محمد صلاح قبل مشاركة منتخب مصر في كوت ديفوار، عبر تاريخ محمد صلاح وعبر اعتلاءه منصات التتويج العالمية، وكأن الناس اللي بتتربص بمصر مستقطرين على مصر إن هي تقول للعالم آدي النموذج المشرف للإنسان المصري، آدي محمد صلاح فخر العرب فخر العالم. محمد صلاح لما بيطلع في اي محفل عالمي بيبقى بيتقال محمد صلاح الفرعون المصري، ما بيتقالش محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي. جنسيته سابقه اسم ناديه، جنسيته سابقه اسمه. ولكن للاسف يا استاذ يوسف زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الكتائب الالكترونيه اللي بتسعى لنهش البلد تسعى ان هي تقلل من قيمه اي شيء. القوة الناعمة لمصر بتتمثل في نجومها، سواء لاعيبي كورة، سواء فنانين، سواء يعني علماء، أي حد هيعمل حاجة وهيتقال جنبه اسم مصر هتلاقي الكتائب دي بتهاجمه وبتتسابق وبتتصارع على إن هي تنال منه، وكأنه هو يعني ارتكب جريمة. النهارده محمد صلاح بعرف أي نادي في العالم وبحجم وقيمة محمد صلاح، الناس بتوع نادي ليفربول الانجليزي مقدرين قيمه محمد صلاح وعارفين يعني ايه الخطوه اللي بيخطيها محمد صلاح. النهارده هو بياخد لاعب، هو طلب التقارير الطبيه بتاعت محمد صلاح من المنتخب الوطني وعرف حجم الاصابه وهيبتعد عن المنتخب قد ايه، فالتاهيل بتاعه لما بتبقى في مكان مجهز باحدث الاجهزه العلميه واحدث الاجهزه الطبيه غير لما بتبقى رايح بطوله بتبقى المستشفيات او الحاجه اللي انت رايح بتبقى معاك زي الاسعافات الاوليه كده، يعني طبيب المنتخب يشخص وبعد كده ينقل المستشفى. فالجهاز الفني او الجهاز الطبي او الجهاز الاداري لنادي ليفربول الانجليزي راى ان القيمه الكبيره محمد صلاح لازم يتعالج ويتاهل، وما قالوش ان هو يغيب عن منتخب مصر، قالوا لا محمد صلاح يتعالج ويرجع بعد ما يتعالج ويتأهل بإذن الله يا منتخب مصر يكون شرفنا كلنا وصعد للأدوار الثانية ويبقى محمد صلاح موجود. ولكن هي فرصة لهواة الصيد في الماء العكر عشان تهد وتحبط من همم محمد صلاح اللي شرف الكرة العربية وشرف الكرة العالمية وشرف الكرة المصرية وساهم، وبتك على كلمة ساهم، في صناعة تاريخ مصر. لما تيجي تتكلم عن الرموز المصريه ورموز الوطنيه عمرك ما هتغفل محمد صلاح. فللاسف يا استاذ يوسف اللي بيحصل مع محمد صلاح ده يعني مفضوح، يعني الناس كلها عارفه ان دي ناس بتنال من محمد صلاح عشان مصر، صعبان عليهم اسم مصر يتحط في وسط يعني
عظماء العالم زي ما حضرتك قلت، لما بيطلع جايزة أحسن لاعب في العالم، لما بيدخل محمد صلاح يتنافس مع ميسي ومع رونالدو، ايه الجمال وايه الحلاوة اللي مصر بتبقى فيها دي. اقوم انا اكسر في كل ده بقى. طبعا طبعا تكسر فيه وتبتدي تقول ده محمد صلاح ده خاين. لو اصل حضرتك عديت حاجة، انا يعني انت عديت الخير اللي بيعمله محمد صلاح، سواء بقى على مستوى يعني كان على مستوى الاشخاص او على مستوى الدنيا، لانه فيما نعلمه وفيما لا نعلمه بالقطع. والله والله يا استاذ يوسف، انا شفت فيديو من كام يوم، واحده ست كبيره متشاير على اليوتيوب، الناس بتسالها محمد صلاح، قعدت تدعي له وقالت هو ما يعرفنيش، انا زوجي متوفي وبربي يتامى. الفيديو ده هتلاقيه منتشر، يعني لو الاعداد دور عليه هيجيبه حضرتك. قالت لك محمد صلاح جهز بنتي. فهو محمد صلاح لما بيعمل الخير ده هو بيعمله مع يعني الـ ليه؟ عشان هو حاسس بقيمه وطنه، وحاسس بقيمه ان البلد ديت دي مصر، دي مصر يا جماعه. محمد صلاح ده لاعب مصري، احنا يعني واحنا كنا يعني من امتى واحنا شجعنا ليفربول عشان محمد صلاح مثلا يعني. والله العظيم احنا شجعنا بص انا اتفق معاك بالكليه على المساله بتاعت محمد صلاح، وان هناك من يريدون هدم محمد صلاح وصوره محمد صلاح، وانه الهدف مش محمد بالتحديد، الهدف هو القوه الناعمه المصريه والكره المصريه والقوه الناعمه المصريه على اختلاف مستوياتها، وهتلاقي ده بيحصل في مناحي اخرى ايضا. بس كمان انا مش هينفع افوت واسالك، انت شايف ماتش النهارده ايه؟ هو بص يا استاذ يوسف، هي الناس شايفه ان الكره الافريقيه اللي هي بتاعت زمان، لا الكره الافريقيه اتقدمت. احنا شفنا النهارده غينيا بتخرج صاحب الارض بتكسبه 4-0، تخيل. يعني محدش يتوقع، لكن هي الكره الافريقيه كده. فريق الراس الاخضر ده جاي من بعيد، الناس كلها ما كانتش مثلا متوقعه ان هو يبقى يكسب غانا دي من اقوى يعني من اقوى، يعني لما تيجي تعمل سي في للمنتخبات الافريقيه لازم تحط غانا دي فوق افضل المنتخبات. الراس الاخضر كسبه، لكن النهارده انت منتخب مصر الجيل الحالي للكره المصريه بيضم عناصر يعني مميزه جدا 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 جدا، محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه والشناوي والنني. انا بحب النني قوي. النني جميل وبرضه بيناله من النني يعني، يعني بيهاجموا. هم عايزين منتخب مصر، المجموعه اللي هي اللجان ديت عايزه منتخب مصر ال 11 واحد تنزل اليافطه بيضاء، ما يبقاش فيه لعيب هنا ولا لعيب هنا ولا، هم مش عايزين حد يمثل مصر، هم عايزين مصر تبقى ما تلعبش يعني، ان كان عليهم مش عايزين مصر يسمعوا اسمها. مصر بتزعج ناس كتير قوي زياده عن اللزوم. والله يعني اسم مصر، يعني انت لو حضرتك دافعت عن البرنامج عن في برنامجك عن اي حاجه مصريه دلوقتي ممكن يخشوا ويهاجموك كانك انت روسي مثلا او كانك انت لاتيني. لا انا مصري يا جماعه. طيب ما تاخدنيش في دوكه. لا الماتش بتاع النهارده هنكسب ولا نتعادل؟ لا هنكسب ان شاء الله، ومصر باذن الله مصر هتبقى في النهائي، وان شاء الله محمد صلاح مع زمايله يشيلوا الكاس باذن الله ويرجعوا بلدنا منصورين ومرفوعين الراس. طب خد معايا كمان سؤال بقى، نكسب كام في تقديرك، التقدير الواقعي يعني؟ 1-0 ان شاء الله. قادر يا كريم؟ يا رب. قادر يا كريم، اشكرك جدا 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 ناقدنا الرياضي الكبير والبارز الزميل العزيز ايهاب الفولي.